اسبانيون كيحتقرونا، كندوزو في الطريق كيسبونا بزاف، ديال الظلم هادشي بزاف علينا، وحنا ولينا باغيين المغرب، ولينا باغيين المغرب، والناس هو كنكرطو انتما كتشوفو ديال البهايم اخويا كنكرطو، حاشاكم الازبال ديال الخيل، لانه هذه مزرعه فيها الخيل، فيها سميتو حاشاكم الازبال ديال الخيل اخويا، راه بنادم داوي الازبال ديال الخيل، كنجمعو البقايا ديال الخيل كنجمعوهم حاشاكم، ها انتما كنخدمو، راه حنا اللي طلعنا هادو، هادو على يدي شو، ها هو الدري، ها هو الدري، ها هو الدري معطوب خدام معاهم، ما 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 عالجوه ما حتى حاجه، ها هو كان خدام معاهم، طاحت ليه حديد على يدو على رجلو. سير اخو باش ما يشوفوش التليفون، راه حنا دابا كنسجلوه، خايفين كنسجلوه بالتخبيه حيت محيدين لينا التليفونات، دخلوا لك نهضر مع الكونيكسيون والو، اجي ندخلكم الشومبرا، ها ثمانيه الناس في الشومبرا، ها انتم ثمانيه الناس، زحام السبادريات، الخنز كيقهرنا، ها انتم الاخوان ما عندكش حتى فين تحط السبادريات ديالك، الخنز كيقتلنا، هذه هذه شوفوا كيفاش، ها انتم البرد فين كيدخل علينا، من هنا كيدخل علينا البرد من التحت، ها انتم الاخوان، شوفوا هذه كتبدا تقطر عاوتاني في الصباح بكري، ها انتم الاخوان، عندنا بزاف كنا مقطعين البي البارح مع السبعة العشية، دخلنا للمطار اخويا عادي شويه شدونا، ما عرفتش شنو هو السبب علاش شدونا، شادين البارح شي 100 واحد في المطار، شي كيمونطي وكيدي وشي كيديو الكوميساريه شي كيرجع، مخير فينا هنايا في الحراقة كاملة، يعني اللي جايب 2 مليون، اللي جايب 3 مليون، اللي داز 4 ايام فوق الماء، اللي داز 6 ايام فوق الماء، يعني الله يحسن اللون البنادم، انا بالنسبه لي انا امي بعد جوج بقرات علي باش نوصل هنايا باش نخدم، ما عندناش الباسبورات، اللي ما عندوش الباسبور مكرفس في هذه البلاد لمده 3 شهور 4 هو مريحنا، ما كيديروا معاه حتى حل، كنمشيو للقنصليه، كنمشيو للقنصليه ما كيديروا معنا حتى حل، تيقول لك ما عندنا ما نديروا ليك، سير جيب شهاده السكنه، وحنا جايين غير حراقه، كي غنديروا جيب شهاده السكنه، كي غنديروا بحال البارح غادي نبغي نحسنوا غير راسنا، حنا ولينا مشاكين، كتبغي تحسن توقفوا على السبليون بالعصي وبالزراوط وهاجمين علينا وكيجريو على المغاربه، تابعين حتى لو طيفكونا غير البوليس، تعدى عليا وشكرفس عليا، ضربني في يدي، هرسني اخويا، شنو هو الاسر، شنو هو السبب، قرعه ديال الماء، انا قرعه ديال الماء بنشرب بها، انا كنت مريض عندي العصافه مش كنشرب بها الفانيد، ونجيب قرعه ديال الماء ضربني هرسني في يدي، دابا 18 يوم ما دير لي القبص هنايا، كرفس علينا بزاف، كنقول لهم اخو هات شوف هذا هذا هو العشاء، ها الغدا شي، واشنو السبب غنعرفو دابا اشن اخوان الاخوات المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، السلام الله عليكم، مرحبا بي عندكم من جديد، فيديو جديد، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير واحسن الاحوال خوتي، قبل ما نبدا هذا الفيديو راه جد مهم، وكنتمنى انه ينال الحق ديالو من الاعجاب، يعني من اللايكات ومن البارتاج، باش يوصل، لان هذا الفيديو كيهم خوتنا المغاربه، يعني المهاجرين اللي موجودين في جزر الكناري. اليوم بغينا نوريكم الوجه الاخر من غير داك الوجه اللي كنشوفو دائما اللي كيوريونا هما، باللي هاد الناس راه عايشين الرفاهيه، راه عايشين في فنادق فخمه، راهم بحال اللي كيدوزو عطله في جزر الكناري. اليوم غادي نبينوا الوجه الاخر، غادي نبينوا المعاناه ديال هاد الناس، وراه هاد الناس اتصلوا بنا يعني من عين المكان، غادي نسمعوا الصوت ديالهم وغادي نسمعوا المعاناه ديالهم، وهذه رساله ايضا، لان هاد الناس بداو كيتمنوا انهم يرجعوا للمغرب، هذه رساله للشباب المقبلين على الهجره، وخصوصا هاد الناس اللي كيجيو لجزر الكناري. اليوم غادي تشوفوا يعني فين كينعسوا هاد الناس وشنو كياكلوا والمعامله ديالهم مؤخرا مع بعض الاسبان، اللي غادي نخليكم فيديوهات اللي بعض الاسبان اللي بداو كيعملوا احتجاجات، بداو كيوقفوا يعني في الابواب ديال الفنادق، كيتشكاو باللي كاين مضايقات بين كاين اللي كيضربهم، باللي واحد السيد باللي كيقول باللي شرطي يضربو وراه باين ما عرفتش واش مهرس ولا مقصح من يدو من رجلو، المعاناه ديالهم في المطارات ملي كيبغيو يسافروا، في لا اللي عندهم جوازات سفر لا اللي ما عندهمش، الناس اللي جاوا مور العائلات ديالهم باش يديوهم، واخا دوزوا الحجر الصحي، دوزوا ديك المده ديال الحجر الصحي، ولكن عندهم مشكل في التنقل للبنينسولا، يعني لشبه الجزيره، يعني الباقي المدن الاسبانيه، وكاين اللي باغي يمشي فحالو للدول الاوروبيه، كاين مشاكل ومشاكل كثيره اللي ما كنشوفوهاش، انا قلت لكم كنشوفوا فقط يعني داك الفخامه، داك اللي كيبينوا لنا هما اللي بغاو. المهم من هذا الفيديو هذا كامل انتم غادي تشوفوا الفيديوهات، انا قلت لكم فين كيعيشوا شنو كياكلوا كل شيء الى اخره، كاين اللي كيقول باللي راه كيخدموهم يعني بدون مقابل، او المقابل هو داك الاقامه ديالهم الى اخره. المهم هادشي هذا كامل غادي تشوفوه، وقبل هادشي هذا كامل يعني قبل ما نشوفوا الفيديوهات اليوم في هذا الموضوع، انا بحكم يعني توصلت
بالفيديو هاد الناس يعني اتصلت باش يكون اليوم عندنا مباشر باش نناقشوا هاد المشاكل اللي كيعيشوها خوتنا المغاربه في جزر الكناري. غادي يكون معنا في المباشر اليوم في 7:30 كونوا في الموعد مع يكون معنا الاستاذ محمد ادم اللي هو رئيس حزب اسباني هنا في كاتالونيا، وغادي يكون معنا كذلك سي او الاستاذ رشيد بالخيدر اللي هو رئيس المركز الثقافي المغربي الاسباني ماريس يعني بجزر الكناري، سنترو كولتورال اسبانو ماروكي ماريس بجزر الكناري. غادي يكونوا معنا باش نحاولوا يعني نشوفوا او ناقشوا المشاكل ديال هاد الناس والحلول الى اخره. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، الفيديو راه طويل، نعاود نقولها، حاولوا يعني اللايكات عافاكم والبارتاج باش يوصل هادشي باش حتى الناس المقبلين على الهجره يشوفوا المعاناه ديال هاد الناس اللي كيوصلوا. راه واحد السيد اتصل بيا البارح كيقول لي انا ما كرهتشي يعني ولدي، المهم واحد السيد جامور ولده واخر جامور خا يعني المعاناه، يعني غادي تشوفوا هادشي هذا وغادي تفهموني علاش كنهضر بهاد الحرقه. المهم خليكم مع الفيديو واللايكات والبارتاج عافاكم باش يوصل الصوت ديال هاد الشباب. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في المساء مع المباشر لنقاش هاد الموضوع هذا. أمسية سعيدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم خويا، كنعاود لكم على المعاناة اللي دازت علينا في لاسبارماس، واول سيد غيهضر معاكم هو الدري اللي مهرس من ايدو. السلام عليكم اخوان الكريم، هاد الناس هادو خويا تعدوا عليا على اساس بوليسي ضربني هرسني من يدي، دابا 20 يوم اخويا وما داير لي القبض في يدي، كنطالب بمحامي اخويا ما كاينش اللي عقل عليا، مشيت عند كروز الرخام مشيت عند البوليس كنطالب بمحامي اخويا حتى واحد ما رحمني ولا عقل عليا، وهاد السيد هذا اللي تعدى عليا واش كرفس عليا ضربني في يدي هرسني اخويا، شنو هو الاسر شنو هو السبب؟ قرعه ديال الماء، انا قرعه ديال الماء بنشرب بها، انا كنت مريض عندي العصافه مش كنشرب بها الفانيد، ونجيب قرعه ديال الماء ضربني هرسني في يدي، دابا 18 يوم ما داير لي القبض هنايا، كرفسين علينا بزاف، كنقول لهم اخويا كنطالب محامي حتى شي واحد ما دا فيا، كيقول لي واخا واخا شي واحد ما كيديا فيا، اصلا الناس اخويا معدين علينا، هاد الناس اخويا بزاف، الدراري اصلا اللي معايا مشاو عندهم اخويا في المطار، كاين اللي مقطع البي مشى لي ضيعوه رجعوه ليه. خويا السلام عليكم، هاد الناس قلت لك معدين علينا بزاف، كنا مقطعين البي البارح مع السبعة العشية، دخلنا للمطار اخويا عادي شويه شدونا، ما عرفتش شنو هو السبب علاش شدونا، شادين البارح شي 100 واحد في المطار، شي كيمونطي وكيدي وشي كيديو الكوميساريه، شي كيردوا لي باسبور كيمشي في حاله، ما فهمناش شنو هو السبب كاع، والله ما فهمنا شي حاجه، ومكرفسين لينا هنا في الاوتيل لا ماكله لا حتى شي حاجه، داكشي ضعيف بزاف اخويا. السلام عليكم اخويا، هاد الناس هادو مكرفسين علينا بزاف، بحال البارح خرجنا بغينا غندور ما عندنا لا فلوس لا والو لا حوايج ما نلبسو ما تنتعشو مزيان ما تنتغدو مزيان ما تنعسو مزيان، يعني مقهورين بزاف اخويا. ونزيدك واحد الحاجه، مخير فينا هنايا في الحراقه كامله، يعني اللي جاب جوج المليون اللي جاب ثلاثه المليون اللي داز اربع ايام فوق الماء اللي داز ست ايام فوق الماء، يعني الله يحسن العون البنادم. انا بالنسبه لي انا امي بعد جوج بكراط علي باش نوصل هنايا باش نخدم وما سهرش الله. واحد الحاجه غادي نقولها لكم، انا نيت اللي كنصور ما عندناش الباسبورات، اللي ما عندوش الباسبور مكرفس في هذه البلاد لمده 3 شهور ربعه هو مريح هنا ما كيديروا معاه حتى حل، كنمشيو للقنصليه ما كيديروا معنا حتى حل، تيقول لك ما عندنا ما نديروا ليك، سير جيب شهاده السكنه وحنا جايين غا حراقه كي غنديروا، جيب شهاده السكنه كي غنديروا، بحال البارح غادي غنحسنوا غير راسنا، حنا ولينا مشاكين، كتبغي تحسن توقفوا الناس الصباليون بالعصي وبالزراوط وهاجمين علينا وكيجريو على المغاربه، تابعين حتى لو طيفكونا غير البوليس، علاش هادشي كامل؟ واحد دار مشكل مع اسبانيولي وحنا مالنا، علاش غنتحملوا المسؤوليه ديال واحد؟ ياك واحد دار مشكل تشد، حنا علاش اش درنا من هادشي كامل؟ كل عنده الباسبور ما داروا معاه حتى حل، كل عنده لاكارت ما داروا معاه حتى حل، كل عنده العائله ديالو ما بغاش يديروا معاه الحل، علاش هاد الناس باغيين منا؟ يا اما يردونا للمغرب يا اما يديروا معنا شي حل، ما نبقاوش مريحين كنتعذبوا في هاد البلاد هادي، دوي اخويا على راه. انا اخويا من هاد الدراري هادو 8 ايام وانا في المخيم حفيان. بلا حوايج بلا والو لا ما لا ماكله، جيت هنا ثاني 14 يوم وانا حافيه البروده، طلع ليا مع رجلي لا ماكله في الوقت لا تلعبه ما كاين اخويا، ما عديت انا لا كارت لا باسبور، تيقول لك شهاده السكنه تسنى كروز الروخه كل مره غدا 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 والو صاحبي، قالت لي نعاب الجوع حتى حاجه ما كاين اخويا. الناس مكرفسين علينا بزاف،
حنا دابا البارح مشينا للمطار جوج خوت انا ويا غير الوالدين مسلفينا غير الفلوس قطعوا لنا غير الناس ب 50,000 انا وخويا مشينا ردونا بغا نعرفوا السبب علاش حنا عندنا الباسبورات عندنا كلشي ناضي كلشي مقاد مكافصين علينا بزاف حنا مريسكين جايين دار من 7 ايام ديال الطريق مريسكين جيعانين جعنا زيفنا جينا لبلاد القانون مشينا لبلاد القمع جينا لبلاد القانون بغا يدير مع القانون وصلنا داك الشيء ما كاين حتى حاجه ما كاينه هات ها شوف ها هذا هذا هو العشاء ها الغدا شي واشنو السبب غنعرفوا دابا اشنو خاصنا نديروا مع هاد الناس هادو السلام عليكم خويا انا دخلت لهاد البلاد هادي نهار 17/11 دخلونا للبور للمرسى شنو دايرين دايرين قياطن قالك المخيم قياطن النهار الاول اللي دخلنا بعدا ناسنا فوق الدس الطوبه كتجري فوق منها الفطور بتيبانا فيها 5 سنتيم الغداء بتيبانا فيها 5 سنتيم والعشاء بتيبانا فيها 5 سنتيم وما كتجيك ما بين الماكله والماكله تقريبا 4 سوايع 5 سوايع هاد الناس اخويا اش غنقول لك قهرونا الور ملي جابونا لوطيل جابونا لوطيل قلنا زعما راه غادي نستريحوا شويه كذا لوطير نفس المنظر ما كاين لا ماكله لا حتى شي حاجه هاد الناس هادو مكرفسين على المواطن المغربي هنايا ما نعرف هاد الناس واش يحسبوا غندي ولادهم وما راه يجاوب في الباب ديال اوروبا الناس راه ما جايينش عند هاد الناس الناس راه غاديه عندها عائله ديال المانيا الهولندا البلجيكا فرنسا ايطاليا راه ما جايينش باش غنجلسوا هاد الناس هاد الناس يديروا معنا حل يحيدونا من عندهم من هنا هادشي اللي بغينا الله يرحم الوالدين السلام عليكم خويا انا معذبين هنايا ومكرفين خويا بغينا نخرجوا من هنايا ما خلاوناش قطع البي ضاع لينا البي الاول البي الثاني البي الثالث بقينا هنا لا فلوس لا والو وزيدوا ندير لنا الحبس كملنا الحجر الصحي احنا اليوم في 20 يوم راه مازال حابسيننا ياك ما تخرجوا ما ترجعوا اللي عنده فلوس بتصيفطهم لعائلته وما يقدر يخرج ياخذهم رحنا ليله هاي الله وصافي رحنا مكرفسين اللي عندنا ضربنا بهم اللي وصلنا هنا تقولنا القانون راه ما كاين لا قانون لا والو او الثاني لا ماكله زينه لا والو مقارونيه مسلوقه في الماء والملح كولها ولا خليها رحنا مكرفسين تعطل شويه على العشاء ما تاكلوش هاد الناس اخويا كاين اللي كيقطع البيه ب 36000 40000 30000 28000 ملي كيوصل المطار تيقولوا لي ما عندكش الاوراق ما غاديش تطلع كنسبقوا الناس ديال اصحاب الاوراق الور ملي بغيتش نطلع الطياره ردوا لي الفلوس البيي ديالي ما كاين لا فلوس البيي لا والو البيي استافدوا الناس ديال الطيران والناس اللي بوفريه مشاو لهم الرزق ديالهم هادشي اللي كاين السلام عليكم الاخوان حنا كنعيشوا ظروف صعبه في لاس بالماس كنطلبوا من السلطات الاسبانيه يشوفوا معنا شي حل كاين الجوع كاين التكرفيس العذاب بزاف ديال الحوايج المعاناه بزاف ما ماشي غير واحد ولا 8 الناس ولا راه فوق 3000 ديال البشر فوق 4000 ديال البشر كيعيشوا الظلم والحقره وما عرفتش هاد الناس ما خاص يديروا معنا شي حل كنحتقروا بزاف من اسبانيون كيحتقرونا كندوزوا في الطريق كيسبونا بزاف ديال الظلم هادشي بزاف علينا وحنا ولينا باغيين المغرب ولينا باغيين المغرب والناس هاو كيدوي باسبانيون هو يدوي معاكم يهضر معاكم بالاسبانيونيه كيفاش كنعينوا كنعيشوا بالاسبانيونيه هضر معاك وهذا كل واحد اللي كيدوي راه كيدوي على شومبر في 1000 ديال البشر اخويا هنايا كنعيشوا خويا حنا اصلا هربنا خويا من بلاد القمع والتعسفات والحقره جينا لبلاد القانون هاد الناس اخويا قال لك خاص تضبطوا معنا القانون جابونا هنا لوطيل اخويا دوزنا 9 ايام في المخيم تمايا فرشي البروده ومغطين بالبرد اخويا واش عطيناك اخويا مانطا ديال الزياده ديال دري صغير فيها نص مترو تفرشها وتغطى بها حنا اخويا هربنا من بلاد الحقره والظلم والتعسفات هربنا من البلاد اللي ما فيهاش القانون جينا لبلاد القانون هاد الناس اخويا حنا شدينا معاهم قانون جابونا هنا لوطيل قال لك تجلسوا 14 يوم يعني غتاخذوا تساليوا الحجر الصحي ديالكم حنا دابا سالينا حجر صحي ب 18 يوم بغينا نخرجوا دابا اخويا عائلاتنا مسيطين لنا الفلوس باش نقدروا نتقداو الماكله ولا البنادم يحسن ياخذ حويجات كلشي ما خلوناش نخرجوا من لوطيل البارح خرجنا اخويا تابعين البوليس الشعب هنا تابعين بالكلاب وبالحجر الحقره بزاف انا اصلا اخويا تعدوا عليا هرسني بوليسي من يدي دابا 20 يوم كنطالب اخويا بمحامي ما كاينش لا حامي ولا عقل عليا اصلا هدرت مع العائله ديالي باش يقدروا يجيو هنا يضمنوني يديوني ولا شي حاجه ما عطوني حتى شي حل ما وصلونيش لشي نقطه ديال شي حل ولا اصلا خلاو العائله ديالي عندي تجي تضمنني تديني نقدر نعيش عندها ونقدر حنا اخويا هارب من بلاد الحقره والتعسفات جينا بلاد القانون هنا اخويا ما لقينا لا قانون حتى شي حاجه اصلا الماكله هنا قليله نعساني قليل يعني ما بين الماكله والماكله تقريبا 6 سوايع وهادشي كامل فاش كنا في المخيم راه كنا حتى الكرفيس كنعسو غير في هاك الشانطي
حدا المرسى، وواحد الكرفيس من لا يوصف، بنادم كرفس ومقموع كدوي غير على جغمة ديال الماء والله ما تشربها الا بالوقت، وكيكون بنادم بحال قلنا 80 واحد في الخيمه وكيجيبوك جوج بواداك، كي غديرش كتفرقهم كيفاش غدير؟ بنادم كرفس بزاف، بنادم كيعاني، كاين اللي عندو الباسبور كاين اللي ما عندوش، كاين اللي بزاف ديال الحوايج. وشكرا على هادشي كامل، وكنتمناو يكون شي حل ان شاء الله عن قريب. هكا جابونا من طنجره كداونا، بدينا كنهزو والدراري مع ولادك وداك الشيء، داو يهزو الروض ديال الخيط بالبراود، هزو فيه الريحه وداك الشيء. انت كتعاوني فيهم انايا، قال لي تعال هز معايا. هذا ما كتشجلوش باش تصيفطو ولا على هذا؟ قال لنا التليفونات، قال عندنا التليفونات، قال لنا ملي صاحبي ديك التليفون شحال مره كيهضر ولدي معاك انا من التليفون، تدير فيديو صاحبي شحال مره كيهضر معاك حتى ولدي انا من التليفون، كيهضر معاك من التليفون ديالي وكيخليوناش هذاك الشيء مره وكيعسوا علينا. ايوه لقيت ملي كيجيك التليفون اكثر عندي شي حاجه، علاش نغوب ونخلي الناس راه التليفونات؟ قول لهم عباد الله واش هذا حق؟ حنا قاعدين في السنترال ديال اسبانيا وكيزيدوا لنا نكسوا اللي بغات. دابا التليفونات كيعطيهم لينا التليفونات ملي كنبداو ناكلوا، كيبداو يصورونا راه باش تهداو، باش نهداو. ايوا كسعه شي حاجه كيساليو الفيديوهات هذاك الشيء كيحيد علينا التليفون. حيد بارك الله، حنا راه البروده قاتلتني في ظهري انا مهرس انا داير. هادشي يقولوا هادشي يقولوا خويا المخزن من الشاش ولا قول لهم جيبوا لي مترجم، ولكن جيبوا لي مترجم انا مازال راه البروده. السلام عليكم ورحمه الله. ها انتم الاخوان فين كنسكنوا المينوريس، ها انتم الناس الطواليطات سادينهم علينا، ها فين كيتغيضوا الدراري، ها فين كيبولوا حشاكم، ها فين شوفوا الخيام فين ساكنين. ها انتم شوفوا الكمامه ما مبدليناش ليا ناس كمامه، وري الكمامه، الكمامه موسخه حشاكم. كورونا هذه كورونا، كورونا الكمامه كتقعد عندك سيمانه سبع ايام وكتقعد عندك كمامه بلا حسين اخويا ولا والو. ها انتم الاخوان، ها انتم سير 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 اخو باش ما يشوفوش التليفون، راه حنا دابا كنسجلوه خايفين كنسجلوه بالتخبيه حيت جات محيدين لينا التليفونات. خلونا نهضر معاك كونيكسيون والو، اجي ندخلكم الشومبرا. تمنيات الناس في الشومبرا، ها انتم تمنيات الناس، زحام السبادريات، الخنز كيقهرنا. ها انتم الاخوان ما عندكش حتى فين تحط السبادريات ديالك، الخنز كيقتلنا. هذه هذه شوفوا كيفاش، ها انتم البرد فين كيدخل علينا من هنا، كيدخل علينا البرد من التحت. ها انتم الاخوان شوف هذه كتبدا تقطع عاوتاني في الصباح بكري. ها انتم الاخوان، ها انتم الصباح كذا تقطر علينا هذه القطره كتنزل علينا معذبين هنايا. وري وري الشومبرات اخويا فين كاينين بنادم في الناس. سيمانه حنا دابا، حنا دابا 9 ايام تقريبا 9 ايام وحنا هنايا، بنادم ما محصن حتى شعر واصاحبي، بنادم مغوفل لا حسانه لا حتى حاجه. وري اخويا دوري الحقوق ديالنا صراحه، واحد عنده تقشيره وتقشيره لا. وري اخويا وري كنعتذروا على التصوير بحال هكا لان كنصوروا بالتخبيه، شافونا خويا قال لك عرضونا خويا قال لك يخلعونا بالردان خويا باش ما نهضروش على حقنا، كيخلعونا بالريفولي قال لك اللي دوا الريفولي حيتاش مين وراه. شوف هنا كاين 8 الناس حتى 10 الناس في كل خيمه، وانتم كتشوفوا ديال البهيمه خويا كنكرطوا حشاكم الازبال ديال الخيل، لانه هذه مزرعه فيها الخيل فيها سميتو حشاكم الازبال ديال الخيل خويا، راه بنادم الدوخ ازبال ديال الخيل كنجمعوا البقايا ديال الخيل كنجمعوهم حشاكم. ها انتم كنخدموا، راه حنا اللي طلعنا هادو هادو على يدي. شوف ها هو الدري، ها هو الدري، ها هو الدري معطوب خدام معاهم تتعلم ما عالجوه ما حتى حاجه، ها هو كان خدام معاهم طاحش ليه حديد على يدو على رجلو، ما كاينش اللي عقل عليه، ما كاينش اللي داروا ليه الفاصمه وقالوا ليه سير. شي راه عيب هادشي، راه حشومه صراحه. السلام عليكم الخوت، هانتوما الناس المعيشين هاد الشركه ديال الصامه كيقول لك البارح جاو داروا واحد الفيديو هو غنرسلو حتى هو غنبينو، داروا لنا شي نونوسات وجاو. حنا 8 الناس عايشين في الشومبر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمانية الناس معيشين في شومبر أخويا. وأنت شو شو كي دايرة؟ واش هذا بنادم ولا حمار ولا شنو هو ساكن في هادي؟ حنا ما عرفناش روسنا شو ولينا منين لحقنا على بنا، بيقتلونا أخويا الناس. واش المانطا هادي؟ المانطا هادي اللي بتغطيك أقول لي أخويا، حنا ما عرفناش روسنا شو لحقنا المانطا قداش اللي بتغطيني أنا. واش أخويا الناس المعيشين، حنا ثمانية الناس وثمانية والماكلة بنادم البارح كيتقيا وما عرفناش روسنا حنا شو ولينا اخويا، وعطينا الماكله حامضه والبارح بنادم قاعد كيتقيا، ولحقنا عدد الناس ما بقيناش عرفنا روسنا شحنا، وبنادم كيتقيا ومعيشين مع الخيل. هذا ماناش مفطرش اخوتي مقيل البارح ماناش باقي راقد، وحنا ما عرفناش اخويا كيفاش ولينا هنايا من لحقنا هاد الناس اخويا الكرفسين عنينا حنا ما معلينش فينا. Gracias.
خلي